انطلقت اليوم الاجتماعات الفنية للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتى 15 من يونيو الجاري، وذلك بمشاركة عدد كبير من وزراء المياه وكبار المسؤولين بالدول الإفريقية. تأتي الاجتماعات في ضوء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة خلال عامي 2023-2024. هي رئاسة مصر بتاعتي الحقيقة، لأنه الرئاسة بتاعت المجلس بتيجي بشكل دوري على كل إقليم من أقاليم القارة، فكان الدورة دي على إقليم شمال أفريقيا، وكانت مصر انتخبت إن هي تكون ممثلة إقليم شمال أفريقيا في رئاسة المجلس في الدورة الحالية. التوقيت اللي تنعقد فيه الدورة هذه توقيت معناتها اللي تشهد فيه الدول، خاصة دول شمال أفريقيا، نقص فادح في الموارد المائية وتحديات على مستوى الموارد المائية. مصر وتونس، احنا في تونس السنة السابعة خلال 8 سنوات جفاف، هناك نقص. بالنسبة لتونس احنا معناتها مشاركة تونس هذه السنة سيكون على مستوى معناتها الممثل اللجنة الفنية، وعلى ان شاء الله سيادة الوزير معالي الوزير باش يشرفنا ان شاء الله في الاجتماع الوزاري، وهذا دليل على دعم تونس لمجلس وزراء المياه الأفارقة ودعم تونس للعمل المشترك